أمي أمي قلت لك أريد غرفة نومي، أين هي يا أمي؟ عزيزي، قلت لك أنه سوف تصل بعد قليل. أمي تأخرت. حسنا عزيزي، سوف تصل هي وغرفة الطعام. انظر يا صغيري، لقد أتى. ترى غرفة النوم وغرفة الطعام، انظر كم هي جميلة، من شبكن حبيب ليسز، إنها لعبة الشبكنز. انظروا كم هو جميل، أثاث رائع. لنفتحها. أربعة أكياس، انظروا ما أجملها. أعتقد هنا داخل الكيس. لننظر. انظروا كم هي جميلة. لنضعها هنا. ننظر ماذا داخل الكيس. أعتقد أنه التخت. انظروا كم هو تخت جميل. لنضعه هنا. كم هو أنيق داخل هذا. كم هي جميلة. لنضعها بجانب. انظروا كم هي رائعة. لنضع الضوء بجانب التخت. يا أمي إنه تخت رائع، شكرا لك يا أمي. حسنا يا عزيزتي، حان وقت النوم، غدا سوف نذهب إلى الحديقة. حسنا أمي، أحبك أحبك. سوف أغلق الإضاءة. حسنا أمي، تصبحين على خير. ليلي ليلي، استيقظي يا ابنتي. ليلي ليلي عزيزتي، حان وقت الذهاب. دعيني أنام قليلا، إنه تخت رائع يا أمي. عزيزتي سوف نتأخر، إنهم ينتظرون في الحديقة. أسرعي يا عزيزتي، سوف أذهب إلى غرفتي وأبدل الثياب. انتظرك في غرفة الطعام. حسنا يا أمي. إنها غرفة رائعة، لنرى ما في داخلها. أربع أكياس، لنبدأ بهذا. انظروا كرسي جميل، وردي مع أخضر. انظروا طاولة رائعة، كم هي جميلة، باللون الأزرق والبنفسجي. أحببتها، سوف أضعها هنا. ما هذا الشيء الجميل؟ هنا. انظر، إنها أيضا سلة جميلة، لنضعها هنا. هي جميلة. يتصل بي. ألو. حسنا حسنا حسنا، سوف أبدل ثيابي وآتي. حسنا. لقد تأخرت علي الذهاب إلى الغرفة لتبديل ثيابي. أود الذهاب، ماذا لي أن أرتدي؟ لأرى ما في الداخل. هل أرتديهم؟ سوف أجربهم. لا أعتقد أن هذا للذهاب إلى الحديقة. إنه للذهاب إلى المسبح. سوف أبدله، سوف أبدله. ماذا سوف أبدله؟ لأرى ما هنا. لا، سوف أبدلها. هيا. ترى ترى. إنه ليس جميل للخروج. لا، إنه لحفلة تنكرية، ليس للخروج إلى الحديقة. ماذا سوف أفعل؟ أين بنطالي؟ أين بنطالي؟ سوف أذهب لأراه في غرفة الغسيل. إنه هنا. لا. سوف أغسله. ضعه في الغسالة. سوف أنتظره أم أخرج؟ سوف أبدل ثيابي، لا ينفع هذا. ها أنت هنا يا عزيزي. أمي أين ذهبت؟ إنه الهاتف. نعم عزيزتي. سوف أذهب الآن، سوف أبدل ثيابي. أسف على التأخير، سوف أخذ ليلي إلى الحديقة. سوف أبدل ثيابي على السريع. ماذا سوف ألبس؟ ماذا سوف ألبس؟ أعتقد أنني سوف أرتدي هذا. هيا لأرتديه. ها أنا. إنه جميل، أعجبني أعجبني. أمي
أمي أمي، حان وقت الذهاب، أنت جميلة كالمعتاد. سوف أرتدي، ماذا سوف أرتدي؟ ماذا سوف أرتدي؟ هنا. أوه، ماذا سوف أرتدي؟ حذاء. إنه لا يناسبني، إنه الأحمر، وأرتدي الوردي. إنه أسود وأبيض، لا يناسبني أبدا أبدا. أوه، إنه يناسبني بعض الشيء لأرتدي. انظر كم أنا جميلة، ارتدي هذه. كم أنا رائعة، أنت رائعة دائما يا أمي. هيا عزيزتي الذهاب إلى المطبخ، سوف تأكلين شيئا على السريع قبل الذهاب. هيا 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 أمي. أو انظري عزيزتي، إنها الطاولة الجديدة. نعم أمي أحببتها، أريد الأكل أريد الأكل. هيا عزيزتي اجلسي هنا. عزيزتي سوف أضع لك بعض الحليب. يامي يامي، إنه شهي. لنحركه بعض الشاي. جيمي سوف نذهب الآن، انتظريني. آسف على التأخير. يا عزيزتي. حسنا أمي. يا عزيزتي. مرحبا. مرحبا، تفضلي. لنذهب إلى الحديقة، هيا بنا. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أعجبتكم. سوف نذهب الآن إلى الحديقة لقضاء وقت رائع مع الأطفال. تابعونا في الحلقة القادمة. مع السلامة. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة.